اهلا وسهلا كلياتكم، معكم لين وبتعرفوا اكيد علي سيد. هلو، علي. اليوم عم نلعب Grow Home من Ubisoft. Thank you Ubisoft. شو الاخبار؟ تمام. هم مش متكلمين، هم شايفيننا دلوقتي كمان. ايه شايفيننا، فيكم تشوفونا. هاي. طيب يلا let's dive in. اوكي يلا dive in. اوكي هلا مثل ما بتلاحظوا انه علي عم بيلعب مش انا. okay. لانه شو عم بيصير بالفيديوهات اللي قبل لما كنا عم نعملهم، لانه انا لما العب بركز كثير. ايوه وبطل عارف احكي ابدا. اوكي okay. علي اشطر مني بهالشغله. okay. علي بيعرف يلعب. بالضبط بس لقيت الحلو الموضوع ان انا عم بلعب. اوكي المفروض انا عم بلعب بالكيبورد، هو اهم حاجه في اللعبه اللي بقول لك، يعني اتس اهم حاجه تلعبيها بكنترولر مش بكيبورد. فدلوقتي بقى الناس هتشوف ازاي انا عمال اعاني. فاخبارك انت؟ ماشي الحال. انا كنت كثير متحمسه على هاللعبه. اوكي لانه بحب الالعاب اللي بيكونوا يعني اكثر هيك عن الاكسبيرينس، عن التجربه كلياتها، عن انه اللعبه تكون معقده او شو بعرف. اوكي يعني بتلاقي انه هيدي لعبه مش يعني ما بدي اقول بسيطه لانه منا بايخه. اوكي بس انه بسيطه بالطريقه يلي انه تتسلى فيها. تتسلى فيها والاشياء اللي لازم تحققها منا كثير معقده ابدا. انه عندك هي احنا بالضبط ان انت ترجع توصلي لسفنتك اللي هي اوكي انا وقعت. هي اوكي لا سنة اوكي بعدك اي بالضبط لسه موجود. انا ما فهمت اللعبه بسيط. انت بدك تربي هالنفته لتقدر توصل على السفينه تاعتك. بالضبط. وانه الطريقه اللي بتربي هالنفته هي بتروح بتجمع كريستاليات ونباتات موجوده اوريدي على 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 الارض وكل حاجه. اوكي اه بالظبط زي ما انا بعمل دلوقتي. انا عمال اسال النباتات معلش بقى سامحوني. اوكي لا بس خلص هلا هيدي الورده بس تستعملها اذا يعني معبه ما عندها. ما عندي واحده. اوكي هيدي الورده بيستعملها لانه اذا عم بينط من علو عالي كثير بيقدر يستعملها ليخفف النطه مثل باراشوت يعني. اوكي هيك هيدي هلا بتلاحظوا انه لما يستعملها للورده يو كان اشري هيك اوكي فودي بس حضرتي. ايوه بصي حتى بس اللعبه حلوه. هلا الكريستاليت مثل ما فهمت انه ما بتعوزوا انها تخلص اللعبه بس مثل انه بيعطوك هنا بصي الورده بتخلص ازاي. اوكي فبتتنتف فيها. اوكي اوكي فيكم تشوفوا كمان الشنطه تاعته صاروا اقل ليقولكم انه عم تخلص الورده شوي شوي. قولي لي طب كمان الكريستاليت ما بتعوزوا انها تخلص، يعني فيك تخلص اللعبه الكريستاليت بس الكريستاليت شو بيعملوا؟ انه بيعطوك مثل قوات زياده. مزبوط. بيسهلوا عليك اللعبه او انه بيعملوا اوكي يعملوا احلى. انا بص اقول لك حاجه، انا سو فار يعني مبسوط باللعبه لانها سهله مش محتاجه يعني علم ذره مثلا تصويب او اي حاجه. لا بجد مش محتاجه تصويب او علم ذره او اي حاجه. لعبه سهله بسيطه خفيفه سهله يعني انه حتى لو تبص الرسومات معموله حلو جدا. فاهمه؟ وده اللي اتعودنا عليه من يوبي سوفت مؤخرا، او دي المنطقه اللي بتقدري تحولي فيها لما بتفتحي اكثر من جيم. بس ليك اوقات عم بيعمل هيك مثل رشفه بالانيميشن. هو لعبه مستقله لا هلا هي لانه كل الانيميشن اللي عم نشوفها هلا منا مبرمجه، يعني مثل انه عم شو سموها ريسبونسيف بروجريسيف انيميشن. اوكي يعني الفكره انه طريقه الانيميشن عم تيجي كرده فعل على كيف انت عم تتحرك. بالضبط. فانه كل مره بيتحرك بتغير الانيميشن، مش انه بتضل نفس الانيميشن كل الوقت. فالانيميشن هذا شيء حلو كثير. بالضبط. الرسومات يعني بتتبرمج على حسب حركتك انت. صح. مش متبرمجه اوريدي وخلص يعني. فاهمة؟ تمام. انا بس بحاول اوصل. اطلع اطلع حققت فيها للهيدا. ايوه هير وي جو. هلا انت عم بتحرك الايدتين غير عن بعض ما هيك؟ الشمال بالزر اليسار الماوس واليمين بزر اليمين الماوس. بدك تكبسهم واحدة 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 واحدة. بالظبط نفس فكرة up to that I think. بالظبط. بس up to that يعني عندك أربع بالظبط أربع. أنا دي مش عايز، أنا ما لعبتهاش اللعبة دي وبعد ما شفت المنظر كده مش عايز ألعبها بصراحة. ما في خبرك التحكم بأكتدار أصعب شيء عملته بحياتي. بالظبط. لا وعلى فكرة اللعبة دي كمان اللي في ناس بتقول لك إن هي بتبقى صعبة شوية عشان إنه في عوامل كمان زي ما بيسموها عوامل التعريه اللي هي زي الجو وما الجو وكده. فمثلا لو كل ما تعلي لفوق معروف ان الهواء بيزيد. فدي اذا انت مش ماسكه كويس كمان ممكن تطيرك. حلو ما يعملوا هيك. بالظبط. فانا في العمليه دلوقتي هلا بدك تجيب الورد الحمراء. اوكي وين في الورد الحمراء؟ هيدي اللي تحت. بدك تنزل لعندها. اوكي وهلا هيدي
مثل جزء جزء من النقطة الأساسية. أوكي كبوس إكس ما قصدي إيه إكس على كنترولر. هلا بتلاحظ إنه بتوصل على هيدا الكريستالية الكبيرة. تكبر النقطة. وهيك هيدا المبدأ إنه كل هدول الجزوع بقى بدك توصلهم بعض. توصلهم بالكريستالات الباقيين. بتضلهم تكبر 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 توصل. وهي اللعبة. بس. يعني في عالم خلصوها بثلاث ساعات بس كمان اللعبة فيها عامل exploration. اوكي ما انت لازم تستكشف المكان عشان تعرف ازاي توصلي لكل الكلام ده. اي انه في كتير كهوف مخبية ومثل ما قلنا هدول الكريستالات اللي بتجمعون فقد ما انتوا بتغوصوا فيها قد ما انتوا بتكتشفوا اشياء بتطول اللعبة اكثر بتقصر. بالظبط وده الحلو في الموضوع لانه زي ما قلت مش محتاجة انه والله في دراسة او تصوير او اي حاجة. لعبة سهلة لعبة اللي هي بتخليك بس تاخدي بريك من اللي انت يعني من كل الالعاب الموجوده دلوقتي وتقعدي تسلي فيها وانت بتلعبي يعني فاهمه؟ هي بص في ناس بما فيهم انا برضو يعني انتم مش شايفين المعاناه اللي انا بعانيها. في ناس ممكن تعاني شويه من الكنترولز تقول لك لا دي صعبه. على هيديك بالظبط ليك هيدي الورقه بتنط عليها. I know. اوكي. لا صعب. فا بالظبط يعني بص في ناس ممكن ما تتحملش كنترول زي كده بدها طولة بال بالظبط انا المفروض اطلع فوق صح؟ ايه على هيك عشان اوكي يلا بينا طب انت قولي انت ايه رايك؟ يعني فرضا انت دلوقتي انسي ان انت مثلا بتشتغلي مع خارجين او اي حاجه فرضا انت واحده من اللاعبين اللي بره هل هتفكري في والله انه والله انا ممكن اشتري اللعبه دي واجربها؟ انا مثل ما قلت قبل انه بحب الالعاب اللي بيعملوا مثل هيك experience جديدة. اوكي انه التجربة بتكون انت عم تلعب مش بس تجربة تعيط اللعب نفسه بس كمان العالم والموسيقى والرسومات وحتى الشخصية حبوبة الشخصية يعني هيك لطيف بتحسه مثل ولد صغير عم بيلعب. بالضبط وما دلوقتي تعتبر العالم هي اسم الكاركتر بود. اوكي وتعتبر العالم بيشبهوه بولي. انه في عنده نفس الشارم. متوقعش. اوكي. ايوه هتسلقها بالجنب. اوكي. لا ما توقع اوكي. لا اوكي. حط الورد وجري بلد تتعمش اهنيك احسن ما تعرف مش كثير. اوكي. برافو علي شطور. اوكي. شطور. فريق كويس. انا بصريخ عليك وانت. ايوه بالظبط. فمثلا الفرق بين هذه اللعبه ولما لعبت مثل جيرني ما عرفت العب جيرني اكيد الجيرني حسيتها مع انه حلوه كثير وهيك كثير بتتعمق فيها وتحس حالك كثير مرتاح انت عم تلعبها بس حسيتها منا تشالنجينج يعني سهل كثير جاني نفس الاحساس على فكره ايه بينما هيك بتحس حالك انه لا عن جد عم تتهاني انت عم تلعبها بالضبط دلوقتي بالضبط ايه انه فيها اللعب اكثر من ما انه بس يعني كانك عم تحضر فيلم اوكي فمشان هيك حبيت لهيدي اكثر من ما حبيت انا جاني زانه انا يعني معصبه اخر عم بتعاني مش عم توصل شوي لقدام اوكي يلا اوكي بوس ايه ما عيني اوكي طيب اوكي هير وي يس بدك تحركها انت لا انا بحركها بلا اوكي بلا روح شو اوكي لفوق. 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 It's inverted. لا. هو كابوسي. It's inverted. إيه هلا لا أنا بقى عطول بلعبها inverted. Okay. وطي على تحت شوي. Okay. خد الكريستالية. Okay. هلا بتلاقي إنه 2 من 4 بدنا نوصل بعد 2 لتكبر الكريستالية. Okay. واللي كي هديك كنترولز بقى. لا خليك أنت عم تلعب. بس شاطع يتعبك. فبس يا ريت انتوا تقولوا لنا انتوا ايه رايكم في اللعبه دي؟ هل انتوا جربتوها او لا؟ هل انتوا بعد ما شفتوا الفيديو السعيد ده وانا بعاني؟ بس لا يا بص تعتبر العاب زي كده بالذات انك تلعبها على الكمبيوتر دلوقتي بقت تقول لك انه تلعبها بايد التحكم احسن من انك تلعبها بكيبورد بس انا هقول لكم حاجه انه حتى انا دلوقتي بلعبها بكيبورد وماوس كده مش صعبه قوي انت فاهم؟ فهل بدك تتعود شوي بس انه بيمشي الحال بالظبط فهل احنا يعني هل انتوا عجبكم اللعبه دي وخصوصا كمان شايف الريفيوز بدأت تطلع عليها وتاخد ريفيوز كويسة يعني فاهمة؟ فهل انتم مستعدين تلعبوا لعبة زي دي؟ هل انتم فعلا بتشجعوا ألعاب زي كده ان هي من استوديوهات مستقلة ان يعملوا حاجات كده كتير يعني فاهمة؟ لأن خصوصا احنا عندنا ألعاب كتير زي كده عندك زي ترانزستور ذا سوابر حلو انه عم بياخدوا مثل
عم بيجازفوا شوي، يعني يوبي سوفت تعودنا منهم يعملوا العاب كبيره كبيره بالضبط، بس انه حلو انه عم بياخذوا مجازفات هيك مع العاب اصغر وشوي غير عن الاشياء اللي متعودين من يوبي سوفت بالضبط. فانا هالشغله حبيتها. لا اوكي مش اوكي سبايدر مان اوكي. لا كان عم بيقول علي خبرونا بالتعليقات انتم شو رايكم بجرو هوم اذا لعبتوها او اذا متحمسين تلعبوها، وشو رايكم كمان بالفصيله كلها هيدي من نوع الالعاب اللي هي يعني تجريبيه اكثر من ما هي نوع الالعاب اللي نحن متعودين عليها. اوكي خبرونا بالتعليقات. اوكي وانتم شايفين زمان بعاني وهي عم تتحرك لوحدها دلوقتي. لا اوكي بس خلاص انا بقى يلا انت بتقول لي ان شاء الله فيديوهات اكثر عن جرو هوم او عن العاب ثانيه ما تتذكر ما تنسوا ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب للقناه تاعتنا. اوكي وخليكم موجودين على اي جي ام عشان تشوفونا، ومن دلوقتي ورايح ان شاء الله هنحاول نخلي ان كل الفيديوهات تبعتنا تبقى فيها كاميرا كان تحس انتم تشوفونا واحنا بنعاني مش بس تسمعوا صوتنا. هو بيعمل علينا بعيط عليه. بالظبط فان شاء الله انبسطتوا بالفيديو، والمزيد عن فيديوهاتنا الالعاب والاخبار انتم موجودين في مكان مناسب. باي جيم.